العم فريد يدفع حياته ثمن لمبالاة سلطة لم تؤمن له أبسط مقومات العيش. تقرير ألان درغام. على عيد الميلاد كان هنالك مشهد إنساني أثر بكل مين شاهده. نحن لابسين وبردانين بهالظروف. أنت قدي صار لك هون؟ صار لي شهرين بالسيارة ما عم بنزل منها. طيب مثل ما عم شوف بالسيارة في عندك أدوية كتير. نعم لأني معي عضلات القلب منفخة شوي ونفسي ضيق. نحن إذا قال أراد رح نأمن لك بيت ومسكن تقدر تعيش فيه، حدا يضل عم يهتم فيك كل الوقت، تقدر تتحمم وتدفى وتكون كل الوقت مرتاح، وإن شاء الله السنة الجاية بيكون العيد أحسن عليك. ما بظنش حكبر السنة الجاية. كأنه العم فريد خالد بأوائل السبعينات من عمره كان شاعر وعارف بأنه حياته أصبحت على آخرها. وبالفعل ما ضاين إلا بضعة أيام قليلة من بعد هذا اللقاء التلفزيوني ليموت العم بسيارته بسبب البرد والوجع والذل وبؤس هذا الزمن. هالموت البشعة جدا بتعكس واقع عدد كبير من اللبنانيين وتحديدا واقع الشيخوخة بلبنان أثناء هذه الظروف الاقتصادية الصعبة يلي هي نتيجة فشل وفساد الطبقة السياسية بوقت السياسيين عم بيتخانقوا على الصفقات والمحاصصات وما تبقى لسرقته. شعبنا عم ياكل من الزبالة أو عم بيموت بطريقة مشابهة للعم فريد. نحن كنا عم نساعد كذا عائلة بوقت الحلقة دقولنا أنه قالوا لنا في زلمة بالمكلس عايش بسيارته، أمنا له بوقتها من الأغراض يلي نحن كنا أخذينهم لغير عيال إن كان مستير فاتما ولا حريم ليتدفى فيه لأن زلمة كان كتير مسقع، وقلنا له أنه بدنا نأمن له بيت وقلنا زلمة على أساس أنه أوكي، بس طلب منا برات الهواء أنه ما ناخده بزيت التكة. أصرين عليه كذا مرة وقالنا بده يبقى بالسيارة وتعبان كتير وما أنه قادر يروح. من بعدها فلينا نحن عم يعني كان تصوير نهار السبت، نهار الأحد كنا عم نتواصل مع كذا محل كرمال بدنا نأمن له حدا يهتم فيه، يعني نأمن له بيت وحدا يهتم فيه كرمال ناخده نهار التنين عليه. رحنا لعنده نهار التنين لقيناه متوفى. سيرفيت ما أهم من الأكل؟ نعم. هالقد عم تكون بردان هون؟ نعم. اللقاء حصل مع العم يوم عيد الميلاد، يعني من بعدها مر حوالي 48 ساعة قبل وفاته. ما حدا فكر من الدولة أو الوزارات المعنية أن يتفقدوه، رغم أنه بعض الأيد البيضة أمنت له كل ما بحاجة له من مسكن ومشرف صحي، ولكن للأسف كان فات الأوان. في يقول أنه نحن عملنا اللي علينا كجمعية وكعالم عايشين برات لبنان حبوا يساعدوا عيال لبنانية، بس بدي أمامتا أقول أنه الدولة ما شافت كمان هذا الزلمة اللي قاعد بسيارته وما حدا عم يهتم فيه. أليس هذا الأمر جريمة بحق الإنسانية؟ إهمال مباشر من الدولة اللبنانية؟ إذا اليوم نصحنا اللبنانيين ما تصوتوا لهن زيتن لأنه مصيركم مش بعيد بتاتا عن العم فريد، بيقولولنا عم نسيس موته.